تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر من معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بمناسبه صدور الامر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس. رفع فيها معاليه الى المقام الكريم لحضره صاحب الجلاله اسماءات الشكر والعرفان على اهتمام ومتابعه جلالته الدائمه لاعمال مجلس النواب لتحقيق ما فيه خير ومصلحه مملكه البحرين وشعبها الكريم.